الظاهر كده انها ابتدت تفرق. مش فاهمه. عارفه حبيبتي، انا حاسس ان ربنا بيحبني قوي. اكيد ربنا بيحبك، طالما انا معاك يبقى بيحبك وقوي كمان. مش قوي يعني؟ مش قوي. طب اوعى يا ساهر. طب ثانيه، انا بهزر والله بهزر، انا اقصد يعني ان انا كسبت احلى قضيه في حياتي وربنا كرمني بيكي. ايه يا ساهر ده، ما انت بتعرف تقول اهو. لا عيب عليكي، ده انا لبلب، ده انت يا بنتي ما بتشوفنيش لما بقف في المحكمه بتكلم ازاي. حلو قوي اللي انت بتقوله ده، بس الكلام بقى لازم تلحقه بادله وبراهين كده وبسرعه. انا موافق. الدليل رقم واحد ان انا اتجوزت حضرتك. تمام. اما بقى الدليل رقم اتنين ان انا قررت ان انا اخد في حضرتك سجن مؤبد. قررت تاخد في حضرتي انا سجن مؤبد؟ اوعى بقى المره دي بجد. استني استني، انا بهزر والله، انا اقصد يعني ان هو سجن بمزاجي. سجن بمزاجك؟ حسام ايه بس ده وقته؟ هو اخوك ده مش هيبطل ينط كده كل شويه؟ ده حسام الهلالي يا ابني، اخرس خالص. طب يا ستي. ايه حسام، ازيك يا حبيبي، وحشتني. وانت كمان يا حبيبتي، بتعملوا ايه ولا جينا في وقت مش مناسب؟ ده انتوا تشرفوا وتنوروا في اي وقت. الجواز عامل ايه يا شهند؟ يا سلمى مستعجله على ايه؟ بكره تعرفي. طب اديني جوزك، اديهولي اديهولي. حاضر. حسام. الو. ايوه حسام. اخبارك ايه يا عريس؟ ايه الهاني مون عامل ايه؟ مهيصين ولا مفيصين؟ تمام يا معلم، ومهيصين على الاخر. مهيصين؟ طب افتح السبيكر. يلا افتح افتح. كمان سبيكر يا حسام؟ حاضر يا سيدي، ادي السبيكر. اوعى الذئب البشري اللي جنبك ده يتعرض لك باي اذى. لو فكر كلميني وانا ابقى عندك في اقل من ثانيه. ده انت بتتلكك عشان تيجي بقى. قوم تنور يا سيدي. اخت اخويا وبحافظ عليها، وبعدين انا واثق فيك، والا ما كنتش جوزتها لك بايديا اللي عايز اقطعها. بس الحقيقه مش واثق في الشيطان اللي جواك يا ساهر. طب وبالنسبه للشيطان اللي جواك يعني مع اختي ايه الاخبار؟ انا شيطاني ملاك، حتى اسمع. حسام انت بتبوسها ولا ايه؟ وانت مالك يا مراته كاتبين كتابنا ما تزهقناش. طيب يا سيدي ربنا يسعدك. بقول لك يا حسام، احنا هنستأذن بقى عشان عندنا اجتماع صغير كده. ها عندك يا اخويا اجتماع؟ انت بتقلبنا؟ عاجبك كده يا شهندة؟ جبت التهزيل لاخوكي؟ اعمل ايه بقى يا حسام، جوزي وما اقدرش اكسر له كلام. والله بقى ليكي جوز، خليه ينفعك. حط الغلاسه بقى يا حسام، سيبهم. ايه اللي سيبهم يعني؟ ايه سيبهم يعني؟ ما ده مع اختي وهي. خلاص يلا يا جماعه، هاف ا نايس تايم. هنسيبكم بقى. باي باي يا سلمى. باي باي. باي. هاف ا نايس تايم. طيب يا اختي، والله لو ما كان الجواز حلال لكنت رجمتهم الاثنين. ايه الغلاسه دي؟ انت غيران منهم ولا ايه؟ بصراحه؟ غيران. اشمعنى هم يعني واحنا مش ليه؟ ليه؟ انت مستعجل على ايه؟ يعني انت مش مستعجله؟ لا مستعجله بس يعني. طيب ما تقوليليش بقى مستعجله وزي بس ايه بقى؟ بس انا مستنيه اليوم ده من اول ما اتولدت، ف يعني أيوة؟ في حاجات معينه في الفرح عايزه اعملها بالطريقه اللي انا عايزاها، فعايزه انظمها صح بس. اوعدك ان كله هيبقى صح، كل شيء هياخد حقه وكله حق. اخرج بيت التليفون وسنين. الو. يعني ايه العيال زوغت من؟ انا مش فاهم حامد ده بيعمل ايه؟ هما دخلوه كليه شرطه ازاي؟ عيال عليها مراقبه، اتزوغ منه ازاي؟ ماشي ماشي، انا جاي لكم انا جاي لكم. سلام. انا مش فاهم، هتجنن والله. الله اسف يا سلمى، وحط ربنا غصب عني، اديكي سامع المكالمه بنفسك. حامد اصل كان العيال عليهم مراقبه، ف ما تزعليش مني بقى. لف وارجع يا ريس، لف وارجع، مفيش نصيب مفيش نصيب. الله يسلمك يا جزمة. انت يا ولية يا هانم، نفسي اعرف مين الضرير اللي سمك هانم يا ولية. صباير، الحمد لله على السلامة يا ابو البنات. يا ولية يا خرفانة انت، 100 مرة اقول لك بلاش تقولي لي يا ابو البنات دي. لا انت مش ابوهم ولا مش ابوهم، ما انت ابوهم يعني. خلاص انت هتقعدي تلتي وتعجني، اتناولي عني، ده انا ظهري وجعني من اللف والدوران بيهم طول النهار. ما شاء الله ما شاء الله، ايه الخير ده كله؟ عايزك يا وليه تعملي لنا المصارين دي اباوه. غباوه؟ غباوه، اباوه، اباوه يا ام الغباوه كلها. اباوه يعني تحشيها لحمه ورز جنب الفيشه والكرشه وام الشلاتين. ام الشلاتين دلل عيد يا ولاد. طب ايه وايه ايه كده من قدامي؟ ايه
مال البنات فين يا ولي؟ بيزربحوا في الترعي. بيزربحوا؟ إلهي يزربحوا كيف زير يا بعيدي. هو أنت يا ولي يعني مش قايلك بلاش تخلي البنات يروحوا يزربحوا في الترعي؟ أنت عايزة يجي لهم بالهريسية؟ بالهريسية أهكف الله الشر، مني طول عمري بزربح في الترعة دي والحمد لله زي الفل. ها فل دبلان ومنتن على طول كده كاتمني ومش عاجبك يا سطاه. ما هو من عمايلك يا ولي ومن قلة اهتمامك بنفسك. يا ساتر ده ايه الريحه المنتنه؟ فين يا ولية ازازه الريحه اللي انا جايبها لك؟ بصراحه اندشت. اندشت؟ اندشت ولا بعتيه؟ ماني اصلي عارف انت فيها عمار بينك وبين النتانه. يلا يا ولية يلا غوري اعملي لنا لقمه نطفعها. والله ماني عارف اذا كنت بتطبخي بايديكي ولا برجليكي. يلا غوري. كنت هنسى. فيه ايه تاني؟ فيه كم واحد من اهل البلد قصدينك في خدمة ودفعوا لك المعلوم. طب لما نطفح الطفح اللي هتعمله لنا ابقي مليني اساميهم ووريني المعلوم اللي دفعوه بعيني عشان اتاكد. حاضر. كنت هنسى. وما بتنسيش ليه؟ فيه واحد جهل اخوك كامل وسمعت ان كامل خد على حسك منه 5000 جنيه وما سالته قال لي مالكيش صالح انت. مالكيش صالح ازاي؟ ايه يعني هو ينصب باسمي ويقول لك مالكيش صالح؟ ماشي. عايز تاكل حقي؟ ماشي يا خسيس يا كامل يا نيتي. امال ابويا فين؟ نايم زي العاده ما بيتحركش من الفرشه. طب يلا غوري ولو في حاجه افتكرتيه انسيه. حاضر. يعني ايه حل في شويه عيال بتلات تعريف ولا راحه ولا جم اكلفك تراقبهم تيجي تقول لي زوغوا مني؟ يعني ايه؟ ما هو باش اصل ما هو انت هتمهمها لي؟ انت عارف انت خسرتنا ايه تصرفك ده؟ انت ضيعت مننا طرف الخيط اللي كان هيوصلنا للواد بتاع السبتيه اللي احنا داخلين عليه. يا باشا العيال دخلوا من عماره خرجوا من الباب الثاني يا باشا اعمل ايه؟ والمخبرين اللي معاك كانوا بيشيشوا وانت كنت بتعمل بلاي ستيشن ولا بتنص مصاصه ولا بتعمل ايه؟ انا مش فاهم ايه اللي تعمل ايه؟ ده مش رد يا باشا، ده عذر اقبح من ذنب يا باشا. ألف به مراقبة إنك ترصد المتهم بتاعك وترفع أماكن دخول وخروج يا باشا، مش تيجي تقول لي باب وباب. يا باشا ملوش لازمة الكلام ده، أنا عندي خطة جديدة وهنزل أجيب لك العيال دي. قول يا مانو ولا يا بوزيه 3-5-2 ولا 4-2-4 هتلعب بتنرس حرب ولا هتوقف أحمد السيد ورا؟ خطة إيه وسيفت إيه؟ هتعتزل إيه؟ حامد ما ينزلش مأمورات لوحده تاني. اتفضل على مكتبك يا باشمهندس. بص لي اصغرني صورني، أنت عايز تفيشني تاخد بطاقتي؟ يلا باشا. سلام يا باشا. يا حس بالراحه الواد شويه، ده انت غسلته ونشرته كمان. انت مش شايف يا معتز كل مره يرجع لي بمصيبه وكل مره بصالحه وانزله مأمورات وما بيتعلمش. مولد وسيرك وهيصه ومغه ولعب عالي في الكواليس، الكلمه صبحت ليها 100 صيغه والناس يا عيني تمنها رخيص.